ده النادي الاهلي حاطط عنوان المصلحه العامه هي اللي هتخليني قوي، لانه في الاخر الكل بيخش في موضوع ايه، اصل اللي بيقول لك الاهلي فوق الجميع، فعلا الجميع، ولكن الا الدوله، مصلحه بلدك بس. يعني مصلحه بلدك الاول، وبعد كده الاهلي فوق الجميع في كل حاجه، وعندنا ثقه، ما عندناش مشكله، وعندنا ثقه في المسؤولين، وعندنا ثقه في مؤسسات الدوله وفي قانون دوله القانون، عندنا ثقه في هذا الكلام. فاحنا كل اللي بنقوله ايه يا جمهور اطمنوا، يا جماعه عموميه اطمنوا، الناس اللي كانت بتقول ما بتردوش ليه من سنتين اما كنت تقول له الصمت لغه العظماء، يتريق لغه الضعفاء، لا يا لغه الاقوياء، لغه العظماء، هيبه النادي الاهلي لا تسمح اللي احنا، وبرضه في نفس الوقت مش هنفرط في حق النادي الاهلي. يعني اعتقد ان الرساله وصلت بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب وبمنتهى الاخلاق لكل من يريد ان يستمع بالعقل، هو ده اللي انا هقوله في هذا الموضوع. واحنا دايما ما بنتكلمش غير بالعقل، وزي ما حضراتكم شايفين نموذج لمسؤول تنفيذي، المدير التنفيذي داخل النادي الاهلي.